مشاهدي قناة الدار، أهلا ومرحبا بكم. حنا الآن في مدينة وجدة، والكل كيعرف بلي كل مدينة عندها طقوسها وتقاليدها. مدينة وجدة مشهورة بأشهر وجبة شعبية، وهي الاسم ديالها هو كرن، ومن الأصل ديالو من الحمص. وغادي نعرفوا مع الحاج المختار بوليفي، واحد من أقدم بائعي هذه الوجبة الشعبية، على التفاصيل وأسرار ديالها والأصل ديالها منين جات. شاهدوا معنا. كان سبنيول في الجزائر، فهران تلمسان وكذا، كانوا بكري قبال كانوا عاد ما عندهمش تا هما زعلين عاد ما مقدميش، تا هما كانوا يبيعوا هكا بالكراس تما صغار تما، ويدوروا يقولوا كيرينتي. ايوا هي هذيك تما تأصلت، بقاو الجزائريين تا هما كيديروها، دخلوا هنا تا هما كانوا جزائريين هنا بوجده كاينين بزاف، ايوا تكولوا تا هما بقاو يديروا، هي هذيك كلشي تا الوجده بداو يديروا كلشي، هي هذيك هذا هي التاريخ ديالها الحقيقي. هذيك الساعه كانوا يدخلوا ويخرجوا ماشي كيما دروك. واو كاين الجزائريين ساكنين هنا بزاف عاود مازالين لحد الان. واو درك محلوله تدخل وتخرج تمشي كذا. هذا حمص كيكون حب وكيتنقع وكيتطحن وكيتغربل، ونبقاو كنخدموا به، كنوزنوه بالميزان شحال تهز داك الصينيه، شحال فيه جهاد الماء، شحال جهاد الزيت، شحال قدا الطياب، شحال قدا داك الشيء بروغرامي، يعني ماشي علميا ماشي غير. جينا فاكونس خصو يجي لهنا، اللي جا من المغرب يجي لهنا، واللي جا كذا، يعني هاد الاكله ماشي قضيه صغير يكون اللي ما عندوش ياكلها، كبير شانو ولا صغير شانو، الناس كانت هذه اكله الناس كتفضلها، كاين اللي يبغي ياكل هنا ويخاف ياكل في جهه اخرى، مثلا شي ماكله ولا كذا، هذه صحيه وطيبه، 6 7 ساعات كيطيب في الفران، وتبغي بشويه ديالو ياكلوا دري صغير كبير، يعني ما فيش الريسك. هذا علاش كيديروا داك الثقه باش يجي ياكل كران، يجي هو ولادو ولا يدي للدار، عنده واحد الثقه، يعني كلا واحد الحاجه ما غاديش نوى يقول لك ما غاديش توجعني ياك ما بيتها. 10 سنين وانا كناكل هاد كران، اخويا كران هو اللي عندي دوك عزيز كاع، احسن من هاد البطاطا ولا من هاد حبي كران دركي، انايا فين ما مشيت ناكله نورمال، ما كانش درهم تاكل، 10 تاكل، 30 تاكل، 40 تاكل، ما عندكش تاكل نورمال. عندي هنايا فران صغير، كاين عندي الخدامه ديالي كيطيبوا لي الخبز ديالي، كنخدم به سخون ومقرمل، وداك الشيء ما نشريش عاد من السوق ولا نجيبو عاد كذا، ويتلوى ويبرد، كل خطره نخرج شويه. دابا كل شيء كيجي يدي، كيخرجوا من المدارس، يخرجوا من الادارات كذا، ياكل كران ثمن مناسب وما يخافش كل شيء، انما احنا الكليان كيشري عليك اليوم وهادي 40 عام وكيتعب، مازال كيجي عندك علاش؟ من الجوده، كنت تشمتو ولا تبيع له حاجه راه يبقى يفوت قبال تما يديرو ردوجو ليه، كلشي محسوب، الا خصك ما تخسرش شي حاجه، الا زيت ولا تنقص ما تجيش هي هذيك، بحال ولاك طيب الكاميله. هنايا كاين 2 دراهم، كاين درهم، كاين طاسه تاع 10 دراهم، كاين تاع 20 درهم، كل على حساب كل واحد واش سيه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.